السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل خدعة بسيطة كده وجميلة كده هتخليكي ما تحتاجيش خالص للأوفر. طيب الخدعة دي عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي جايبة ده كيس كوشن لسه هيتفصل، هنعمل فيه الخدعة اللي احنا بنقول عليها عشان ما تحتاجيش تاني للأوفر. طيب الخدعة هنعملها ازاي؟ انا دلوقتي القماش بتاعي على العدلة بتاعته زي ما انتوا شايفينه كده اهو كده، هبتدي اخيطه على الحرف خالص. بصوا اهو على الحرف خالص 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 كده، وهبتدي اخيطه. طيب انا كده اهو خيطته، بصوا على الحرف خالص خالص اهو. هعمل ايه بعد كده؟ هروح قلب القماش علشان اخيط خياطتي بقى العادية علشان اقفل الخياطة. يبقى في الاول خيطته على العدلة وبعد كده هقلبه وهخيط خياطتي العادية خالص ان انا بقفله مفيش اي مشاكل اهو. بصوا بقى الفكرة اهو، انا خيطته على العدلة في الاول وبعد كده خيطته على قلبته عادي خالص، قفلته اهو مش محتاج اوفر ولا اي حاجة كده، خلاص اتخيط اهو وادي من جوه اهو مش محتاجة اوفر ولا اي حاجة. لازم نسهلها على بعض طالما مش حاجة مستاهلة ان احنا نعملها مثلا اوفر، لا احنا نعملها بطريقتنا البسيطة دي في البيت والدنيا ان شاء الله كلها تبقى تمام بامر الله تعالى. والفيديو سهل وبسيط النهارده، بصوا ادي الطريقه. انا طبعا مش مخيطاه كله، انا بس قلت ايه نعمل مع بعض القطعه الصغيره دي، الحته الصغيره دي كتعليم بس ايه نعرف طريقه مش اكتر اهي. ادي الطريقه ما عملناش اوفر ولا اي حاجه. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله واستفدتوا منه بامر الله تعالى، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير باذن الله، واقول لكم سلام.